السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم. اليوم جانا لكم فيديو جديد. فيديو تحدي المارودات. عندي شوية تفاصيل، ليش طيب؟ اليوم معكم عبد الله، هلا قدامنا دول لقليني، هاي بولدي معنا. معه 6 طلقات، بدهم ينزل 12 طلقة. 12 طلقة. طبعا هلا لسه ما حطيت الطلق. كهنا المشط من فوق بيعمل هيك مواقع البارودة بتنزل الطوب يموت. اوكي، وبعدين بيقوص بينزل هال6 قنينة، يعني كل قنينة لها طوبتين. حجرة ورقة مقص. تفضل. هو أنا بدي أبلش من أول، في قرعة يلا. وموقف شو بيرين؟ طيب. هيك بدك تقوص؟ قرعة يلا 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 يلا. أوبا يا محمد يلا. عموري جيب لنا الطوبة بروحوا. يلا. بدنا نحسب. ما تقصدي. هي رقعة قرعة. انا اطلع انا اول مره نقشت معكم. ما في طابه معطله شوي خلي تنزل. اوكي يلا شخصي معه حتى تصبر بعد. اول مره نقشت معكم حطيته من فوقهم. الناس الناس لما نعم بارودة شوي هاي اسمه ايه ده تنضغط علي حتى انا ما عم بلوت على اقليني عم قويس يا عمر تيقتلني طبعا ما بضروا الوقت نزل ال6 قنينة على حد مين بنزل عبدال اشرح عبدال اشرح عبدال دي انت شغل بالكلاوات ضرب هالنينتين ضربة واحدة. وقف وي. خلي زيك كمان. انت خط ومك طاوي. هدول طاحن. بقية طاوي. بقية طاوي. واو! اوه ماي جاد. خمسة. كيف هذا؟ ما بتصير معي عند كل معلم خماص جاسم في الليل وخليل. خذ في الليل. لقمهم عمر بسرعة. ايوه. محسوب طبقاً باص يا جماعة. يلا اصفر معك خلصوا. تأكد ال 12 اللون. 12 يلا. هات. هيك أي رصاصة ما نفوتهم يلا خرجينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قناص شو اللي هالطقم منه؟ إذا ما اتفقنا هيك. عطي. لا أنا ما دخلنا هذا طب من البارودة خلاص. هات أنا عبدو بلغش يلا. عبدو أنا تعال. اعتذر هات أنت أم وقف أم وقف. ما في ما في ما في شيء وتجيني فاصلين تروح تروح ما تقضي يا تركم بيت. ماشي يلا. غنى يجوز الكاش. حاليا هاي طبيعي. نزلنا أول قنينة بالضرب الأول. متي هو؟ هاي الثانية الضرب الثاني. قلت لكم عم كن معلم قناص. يلا شو اسمك ما عرفت شو كثير فيو. هاي تفضل شو بدك. بس هي أول وحدة بتفتح. أنا رح أجيب بارودة لا. أنا بدي أجيب بارودة. يا سلام الله هيك. شو بدي نقطة الأرض والله لا يشوف. وينها؟ راحت. تعال خذ خش جولة إذا ممكن. في تقصير بعمل جولة أنا. اللي بده دور التعليم على السلاح اللي جاي لهم. جيب معك السلاح بتاعي هو هيك احكي ما عرفت شو راح تحت تختي. اتركها الله. جبتها. مو تطلع انا في معكم. يعني الطوبه وزنها راحت لتاني غرفه. ضل لي انا منتين بس معي. خير الله. لا جوز غفلي. انا ما كنتش اصلا لعبه جوزتي. اسمع في دقيقه عم نعرفه. لا انا بحكي بيني وبين عبد الله. انت اصلا بدري ليش حكى الحاله. انت من الطابه كيف؟ انت اذا ما اتفقنا هيك شو؟ ما تفرق قدام عم الله تخرج جاهز عبد الله بركو. انا من ارجع بقى وسكوت ولا
لا يتعبك عبد الله، من بلاش تغير بالله نتيجة حوالية التعود والسمعي شي ثلاث طوبات ما يخفى القناص نتيجة إلي. طيب خلينا نلعب جولة ثانية، أنا أول ما صحون جيب ثلاث طوبات لعب بابا. يا جماعة النتيجة حاليا 1-0 لي، يا بتنتهي الفيديو بتعادل يا إما أنا بكون الفائز أو البطولة. أنا يا أنا فائز يا تعادل. هذي 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 معلم 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 زي المصطفى زي المصطفى. هنحزق أمار المهم جماعة رح ناخد كات بس ريك ريك مالي طالع رح ناخد كاتش نلموا الطابات لاني عمال افندي رجع كبهم كلهم ونرجع لكم ما لعبوني. هلا رجعنا بعد الكات. هلا دور عبد الله النتيجه 1-0 يا بتخلي النتيجه تتعادل يا اما انا الفائز والمعلم قناص مرتاح. يلا ارجينا على بيت الدفاع. ما تقوسني بحسوك الاحول هتقوس تحت الطابة. ايه انا لقيت طابة سياسي حبتوني ها الكاش الطوري هيك هيك بنكون وصلنا لهيك صوت ترى الحلقة هيك هيك بنكون وصلنا لهيك الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا القناة مع الناس وانتظرونا فيديو جديد والسلام عليكم.